فوق النخل فوق فوق يا ما فوق النخل فوق وما ادري لما خدت يا ما ما ادري القمر فوق والله ما اريد باليني بنوار فوق النخل فوق فوق يا ما فوق النخل فوق وما ادري لما خدت يا ما ما ادري القمر فوق والله ما اريد باليني بنوار والله يا مجرى المي بسلم عليهم عليهم 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 صابني الفرقة علي بشتقنا إليهم إليهم والله ما زلي بعيون الحيوان فوق النخل فوق فوق يا ما فوق النخل فوق وما ادري لما خدت يا ما ما ادري القمر فوق والله ما اريد باليني وسهلا بكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بثالث ايام عيد الفطر المبارك. هيك افتتحنا لقائنا مع شيوخ الطرب وراح يكون لنا محطات عديده بسياق حلقتنا وينعاد عليكم جميعا ومدعيكم نمضي نحن وهيكم ساعه ونص من الوقت مع نجوم راح يرافقونا خلال لقائنا. وبدي مسي بالخير وارجع عيد نانسي كمان عن جديد. مساء الخير ساشا، ينعاد عليكي كمان. وعليك يا رب، ان شاء الله هيك كل ايامك فرح وحلوه وانت كمان وضلك مضويه. ميرسي ميرسي. وتحياتي لجميع المشاهدين، اكيد ساعه ونص رح نمضيها سوا. وكمان بقلكم فطر سعيد، ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه والعافيه ويا رب يكون هالعيد حملكم كل الخير والبركه. بالبدايه بدي رحب طبعا بالمايسترو جورج خوري. اهلا وسهلا فيك مايسترو، مشتاقين لك، نورنا اليوم. والشيف فؤاد شرف طبعا نورنا طبعا يا ميت. اهلا وسهلا فيك نوتاد فييرا، واكيد رح نطلع عليك خلال حلقتنا. طبعا انا بانتظار. خلونا نبلش نرحب بضيوفنا. واول ضيفه معنا سيده اسست لمهنه عرض الازياء الحديثه بلبنان والعالم العربي، تتعاون مع مختلف المصممين المحليين والعالميين وبجعبتها دائما مشاريع جديده لتطلقها. اهلا وسهلا بناتالي فضل الله. ناتالي يا ناتالي طلعي هنا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. وعليك. يعني ما التقينا برات الهواء مع انه جيران، بس كثير ما حدا عم يفضى بهالايام. ينعاد عليك ناتالي. ميرسي. وعليك كمان وعلى كل المشاهدين. اهلا وسهلا ونحن كثير مبسوطين بوجودك معنا. ناتالي يعني كلنا بنعرف انه بدايتك كانت مع عرض الازياء وبعدها انتقلتي واسستي وكاله خاصه فيكي. اذا هيك بتختصري هالمشوار الطويل، كيف بتختصري؟ كيف بتشوفي؟ بختصره بقول هو قصة، أنا بلخصها بقصة وهي هيدي القصة رح تتجسد بكتاب أكيد ومنا مطولة. حلو. أكيد قصة مرحلة انتقلت فيها من طفولة شقية وخجولة إلى امرأة ناضجة صاحبة أهم وكالة عرض أزياء بالشرق الأوسط. أسستها المؤسسة وبفتخر فيها
وبتعرفي ساشا كلمة عرض أزياء نحن بعد ما عم نعرف قيمتها مزبوط هي بالفعل شيء تتكون الإنسانة عرضة أزياء مش هينة تكون بهيدا الدومين وخاصة أنه كل ست منعرف أو كل رجال حتى صاروا بهالأيام إذا بدها تظهر بدها تقعد ساعات على قدام المراية تتزبط حالها كيف هالعارضة اللي عم تنقل هالصورة الحلوة وعم توصل فكرة هالمصمم بطريقة راقية بثواني يعني بثانية بدك تغيري كذا مرة وعم تغيري أكسسوار وشعر وميك أب سو أكيد مهنة كتير صعبة وأهم من هيك أنه كلهم كانوا أخذين فكرة أنه سوا بال إتتوا بالعكس العارضة لازم تكون على أدنى يعني المينيوم عندها شيء من الثقافة واللغات لأنه بدها تسافر بدها تختلط بالناس بدها تكون هي الصورة أو الإيماج لهالبراندات اللي عم تعرضهم. طيب نتالي انت هالدرب يلي مشيتيه هيدا قديش كان في مثل ما قلتي في صعوبة كتير ولكن شو هي الصعوبات والتحديات يلي واجهتك؟ لا ليك شغلي اول شيء بداية كنت طفلة بلشت بنت 11 سنة كنت اصغر عارضة عالميا بلشت مع شركة اليانية يعني كنت مثل ما قلتلك كنت كتير خجولة اذا حدا قالي بونجور بونسوار سير دوش برنادورة والدتي ساعدتني تقويت شخصيتي كانت توصلني تحطني تقلن ما تقولوا لاني مني هون دقولي بس بدها تخلص تعودتني اتكل على حالي تواجهت اكيد الشائعات اللي كل انسان معرض فيها وخاصه نحن تحت الاضواء بس بالاخر لقيت انه صرت اقول لهم دخيلكم احكوا عني لانه كل ما انتم عم تحكوا كل ما انا عم بيصير عندي دافع اكثر اني اتحدى واعطي شيء حلو وانه انا موجوده مشان هيك هودي اول فتره كنت ابكي بالاخر لا طلعت انه لازم كل شائعه تضحكي لها اول شيء بتكوني قهرتي اللي عم بيطلع عليكي هالاشاعه وانت بتكوني عم بيعمل لك دعايه بدون ما تحسي مثل ما بيقولوا باد بابليستي جود بابليستي بالنهايه يعني كانوا عم يشهروكي اكثر واكثر. طبعا طب نتالي كان في صعوبه بالسابق انه امرأة أو سيدة تأسس وكالة خاصة فيها؟ لا لك بالسابق وبالحالة يعني دائما كونا امرأة دائما بدها تواجه كثير صعوبات لأنه بعدنا ما عم نطلع من العباية الشرقية اللي هي بتقول السيد أو الرجل رح نوصل أنه نصير إيكوال لا بل أوقات نتفوق على الرجل وبعدنا بهيدي النقطة بس في شغلة أنا بقولها لكل إنسان بكل دومين طالما عندك ثقة بحالك وعارف شو بدك أو شو بدك ما تفرق معك الدنيا مشي طالما اللي حواليك اللي أنت بدك إياهم يأمنوا فيك مأمنين فيك يعني حواليك ساعدوك كثير يعني طبعًا. أكيد في محلات كثير ضعفتي وبحاجة من لكن في ناس حواليك بتساعدك في ناس حواليك بتضرك يعني اليوم بدك تعرفي تعملي هالبالانس أنت بس بالنتيجة بتوقفي أنا بقول لهم في شيء اسمه مراية الذات بالنتيجة بوقف أنا ومرايتي وبحكي مع حالي الله يخلي لي والدتي يمكن هي أكثر إنسانة بهالدنيا وأنت بتعرفي انه هي الوحيده اللي بوثق لدرجه انه بحس حالي عم بحكي مع حالي لانه بعرف الوحيده اللي ما بدها تاذيني وهي وصلتني للي وصلت له مشان هيك في هالشخص في المرايه وفي والدتي يعني هودي الله يخلي لي اياها بتوثقي فيهم بوثق فيهم طبيعي نتالي اليوم صبيه عرضت الازياء ما صارت بس صبيه بتتمشى على البوديوم ولكن صرنا بنشوفها بفيديو كليبات بنشوفها كمان بالتلفزيون بالبرامج بالتأثير شو رأيك بالمذيعات هلأ عرضت الأزياء اللي صاروا مذيعات لك شغلي أنا مع كل إنسان يجرب لأنه اليوم الموهبة ما بتقدر تكتشفيها إلا ما تجربيها يا بتنجحي والشطارة إذا نجحتي تعرفي تكملي وإذا ما نجحتي تعرفي تنسحبي بطريقة مهضومة في ناس ما عم تنجح بس مصرة تكمل والمشكلة إنه صرنا بعصر صارت الصورة بس على الشكل أكثر منه على المضمون إذا هالشخص بيستاهل يكون بموقعه اللي هو فيه اللي كان مطرب ولا كان ممثل وكان مذيع لأنه ياما في مذيعات منلاقيهم بتفشكلوا بالكلام صح وياما منلاقي فنانات ما في صوت في بس شكل عم بيتحرك يعني ما حدا يعني وصلنا لعصر عم تتقولب القصص ما عم بتكون الإنسان المناسب بالمكان المناسب يعني بتعتبري عرض الأزياء كان باب هو دايما باب هو مفتاح لكل الوصول الى كل طبيعي 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 طب رح ناخذ اتصال من الجزائر باول حلقتنا مساء الخير مصطفى مساء الخير عليك كيفك اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك يا مصطفى اهلين كيفك اختي الحمد لله الحمد لله بخير عيدكم مبارك صح عيدك يا مصطفى وكيف الشعب اللبناني بيحلم على الجزائر بنسلم على الجزائر واهلنا بالجزائر الحمد لله
اوكي تفضل. بتحب تعيط حدا؟ انقطع الاتصال للاسف. اكيد تحياتنا لك ولتحياتنا لكل يلي عم بيتابعونا بالجزائر ولبيلو اذا عم بيحضرنا كمان صار عندكم فيكم تشوفوه هلا لايف. اكيد دردشتنا رح تكون طويله ناتالي معك، ولكن هلا رح نتوقف عن تقرير عن تصميم الابداع عن تصاميم الابداعيه لمشروع بيلد مارت. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. مني نصيحة فكر وضلي معي ونسمعك غيري حكي لا تسمعي. بدك تروحي بدك تروحي وترجعي لعندي أنا لك شو جابرك حتى حتى تروحي وترجعي ترجعي. قول يا مايسترو وعلقتينا وعرق جننتينا وعرق علقتينا جننتينا. انت اللي حكمتي قلبي حطيت شروط اللعبة. انت اللي حكمتي قلبي حطيت شروط اللعبة. علقنا والعلى صامي دوبتيني وعلقتيني جننتيني وعلقتيني. روحت بحد 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 سرقتي. ضليت تقولي لي اشتقتي حتى عقلي مني سرقتي. غبت
بعدتي عني وقلبي حرقتي طوتيني وعرى وعلقتيني جننتيني وعرى علقتيني جننتيني انت اللي حكمتي قلبي حطيت شروط اللعبة انت اللي حكمتي قلبي حطيت شروط اللعبة علقنا والعصامي اوه يلا علمي انا الحب ديالي بتقولي لي شاغل بالك علمي انا الحب ديالي بتقولي لي شاغل بالك غنيت علي موالي وذبحتيني وعلقتيني وعره جننتيني علقتيني لك جننتيني وعره وعره اهلا وسهلا برياض العمر يعني عن جد اسد المسرح مثل ما بيلقبوا في المغرب يا اهلا وسهلا اهلا عليكم وعليك يا رب وكمان بنرحب بمصممة الازياء كارين مهنا اهلا وسهلا فيك ثانك يو ينعاد عليكم جميعا وعليكم يا رب كل اللي خبرونا هيك شو نيتكم بهالعيد سلام 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 بس محبة في شي شخص هيك بتتمنيه؟ لا عن جد السلام للكل ريلي هيدا اهم شيء عن جد محتاجين نحن كثير لهالجو هيدا لبنان يرجع كيف كان لبنان يرجع للسلام والامن والامان والناس هيك شوفي الناس مرتاحه صح البلد كل ما اجي من سفري بحس الناس بعدها عم تعاني يعني عم تقول امتين امتين يا رب يا رب هالعيد دعواتنا يا ام السلام يرجع الامن بكل والامان انحاء صحيح بس في رئيس جمهوريه اهم شيء هيدا اهم شيء رياض انت عايش بالمغرب مستقر بالمغرب وهلا زي جاي زياره عند الاهل صحيح خبرنا هالبلد شو عطتك؟ المغرب حبيب قلبي هالبلد اللي انا فعلا مديون له كثير بفتره اللي ما قدرت احقق لظروف اللي صارت بلبنان يعني انا بعدني بتذكر شغله انه وقت حرب تموز شيء بيألمني كثير انه كانت الطيران عم يقصف وكانت طنوياتي على الطرقات ودعاياتي على الطرقات الاغاني كانت نازله وعامله شغل حلو صار هالشلل اللي صار بالبلد وكان لازم مثلي مثل كل الفنانين طلعنا على دبي وسافرنا وبرمنا الدنيا كلها تقريبا الى ان استقريت بالمغرب هالبلد اللي فتح لي حضنه والشعب السميع بوجه لهم تحيه من هون وحتى كمان صار عندي حياتي واسرتي تزوجت مغربيه اللي انا بفتخر فيها وبتشرف المغرب وبلبنان اهلي وكل قرايبي بيحبوها كثير هلا خطفناك منهم وانا هالعيد جاي لعيد مع اهلي وفي عرس خيي جيت لها خصوصي لحتى اعمل له عرسه وحكيتوني وانا كان لي الشرف اصلا هالموضوع انا مبرمج حلقتي معكم من اول رمضان يا ميت اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك رياض شو قدمت للجمهور المغربي يعني من اغاني شو اللون اللي بتتميز فيه اكثر؟ انا كفنان لبناني اول حدا كتب باللهجه المغربيه يعني انا من بس حب اعمل شيء بحب اعمله على الاصول يعني بتذكر كنت فتش انا على الفضائيات على المحطات المغربيه لحتى اتعلم اللهجه تاعتهم وافهمها الى ان يعني الحمد لله صرت ضليع فيها كتبت وعلاش يا قلبي اللي سجلتها وصورتها كتبتها ولحنتها كمان كلماتي والحاني وتصورت مع جاد شويري بوجه له تحيه وكمان عملت اغنيه ثانيه اسمها قولي ليا فيها الطله مغربيه كلها والكوبليه كان لبناني كمان الغنية اللي غنيتها هلا واعره كلمه واعره بتعني انها يعني بتطوش شو هالمره الحلوه يعني انه وقويه فهي كلمه واعره بتشمل اكثر من معنى ولكن كلمه راقيه منها كلمه ضعيفه يعني بالعاميه المغربيه ورجعت اخيرا غنيت كمان اغاني كمان لبنانيه نزلت بنت العشرين وكان اول مره غنيتها من عندكم هون مش الحلقه الماضيه صحيح والحمد لله كمان حبوها الناس واجمالا اعلاميا انا كثير مركز بالمغرب لاني عايش بالمغرب مركز اكثر فوق
ناتالي لمين بتسمعي هيك بس بدك تنطربي، واذا بدك شيء بحمس هيك برقص لمين؟ لا لك شغلي، كنا عم نحكي على عص الصوره، صرت عصي الغنيه لانه في كثير اوقات بتسمعي غنيه بتشدك بس ما بتعرفي لمين. صحيح. يعني اليوم ما عندي حدا محدد حسب المود تبعي بالسيارة، إذا ما كنت عاملة حتى اليو اس بي ببرم بالراديو، أيام بتشدي غنية بتقولي لمين هيدا وبتقولي لأ، وأيام بتلاقي فنان معروف تقولي شو عم بغني، يو نو إنه بطلت عصر الفنان عصر الغنية. أكيد الصبح ست فيروز يعطيها الصحة لأنه أغانيها الوحيدة اللي بتروقي، وخصوصا إذا كنت مسافرة شو بتنبسطي فيهم بتنبسطي يا لطيف. كارن أنت لمين بتسمعي؟ انا بحسك اجنبي اكثر من عربي. هلا هي اجنبي اكثر بس بسمع عربي، يعني بسمع كاظم، بسمع ملحم، كارول سميحه، جوليا، انه كل الفنانين في كثير، في كثير مثل ما عم بتقول في كثير. هلا بس فيروز انا ما بقدر اسمعها اذا كنت برا ابدا لانه بتبكيكي ما اكزاكتلي بتشتاقي لردني الى بلادي. يعني عشنا كثير برا سو بعرف الاحساس. يعني رح نتابع حديثنا ولكن في معنى اتصال بعده معنا ولا انقطع؟ جرب يلا. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. مش عارفه. الحمد لله تمام. مين معنا؟ نبيله من الجزائر. اهلا وسهلا فيك يا نبيله، ينعاد عليك. يسلمك، صح عيدكم. وصح عيدك يا نبيله. صح كاع العيد اللبنانيين. اهلا وسهلا نبيله، كيف عم نمضي ثالث ايام العيد؟ كنت صايمة صبرين. ان شاء الله مقبول. اي سلمك عايشك. حبيت تحكي مع ساشا معلش. ساشا عم تحكي معك. معك ساشا نبيلة. ساشا كيفك؟ صح عيدك ساشا. وصح عيدك يا حبيبتي. اي سلمك. وشراكي لبس. وشراكي لبس. لبس. شكرا. وين بلال؟ بلال عندكم. بالجزائر. بدكم تسلمولنا عليه هلا. اي سلمك حبيبتي. انا عايد بس نعيد عليكم اكل. ونحن بنعيدك يا نبيله، شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيك. باي باي. باي، انبسطنا سمعنا صوتك. رح نتابع ولكن هلا في عنا عرض ازياء لتصاميم لصبايا صغار، مع انه هن كمان فرحه العيد. أكيد. كارن اكيد ونعلق اكيد على التصاميم. اكيد اكيد. يلا بنبلش بالفاشن شو. يلا. واول صبية 5 سنين. اوكي. كله دانتيل ومطرز بالبيرلز باللولو. ايه. لحتى اللي يكون مودرن، يعني فيه هالتاتش الريستيك القديم مع الدانتيل والسيستم تبعه مودرن اكثر. حتى الاكسسوار كمان شغلك كمان. انت بالبدايه كنت عم بتحدث انا وياك بلشت بالاكسسوار. بلشت بالاكسسوار وشوي شوي وتطورت شوي شوي صاروا يطلبوا. هيدا كمان التوب من فوق كله كروشيه مع دانتيل والتنوره كلها دانتيل ليلبسون صبايا 7 سنين 9 سنين هيك شيء. من اي اعمار بنلاقي عندك لاي اعمار؟ من بيبي لعشر سنين. للعشرة. لانه كله يعني اكثر الوقت بيجوا على الطلب. يعني عبالنا هيك سو بنفذ هالقطعه خصوصي لهالشخص. كانه لعيد الميلاد، كانه لعرس، كانه يعني كله كل المناسبات. وهون قطعه جديده وهي كمان اورغانزا من فوق معموله بانتور والتوب كروشيه وتحته تيل لانه بتعرفي البنات بده يبرم. طبعا لازم تبرم عندك بنات. لازم جاي دورك جاي دورك ليكبروا شوي. يا ليكبروا شوي. كان قديش هيك كمان يمكن بتستوحي من الكبار من موضه الكبار شو موجود؟ اكيد يعني خاصه هالجنريشن حتى اللي عمرها 5 سنين بتعرف شو بدها. عرفتي يعني الدموزيل الصغيره اللي قطعت بالاول عم بقول لها بدي اياكي تحطي هيك مثل راب
على كتافك. قال لا نو مش هيك بدي بس هيدا. قلت له اوكي خلص البسي هيك. مش بدهم ماشي البنت البنوت اللي بالنص كيف ماشي. نتاليا شو رايك بمشيتها؟ كثير كثير بنبسط لانه عن جد بنبسط هلا مثل ما عم تقول جينيراسيون جديده الصغار بتلاقيه عندهم عشق للفاشن يعني عم بيحبوا الموضه تلاقيهم عم بقلدوا الكبار كثير. وقريبا حتشوفي بروجرام احدى الفضائيات نحن عاملين بروجرام للفاشن حتشوفي بنات عن جد حيصدموكم عمرهم 9 سنين و8 سنين عم بيعرضوا احلى ما نحن كنا نعرض يعني بتطلع قاعده بشوف وحده بتقول لي انا مني ناتالي صغيره بعدين بتطلع هيك يعني عندهم ثقه بحالهم بطريقه كثير مهضومه وحتى مشيتهم يعني بقلدوا الماضي كثير. لا هلا جينيراسيون هيدي قد ما بيجيني كولز من الاهل عم شوف قد الكل بدهم يعملوا عرضات ازياء بشكل صح. منه طبيعي بيبقوا هلا المقاييس اختلفت عن السابق يعني الصبيه اللي بقى تعرض ازياء لا لك شغله ما في شيء اسمه اختلفت المقاييس وحده بس اختلف انه بطلوا ياخذوا كثير ضعف يعني وصلوا انا كنت قلت لهم انا تنبيت فيها قبل وقت كنت اقول انه بدنا نوصل لوقت بدهم يمنعوا لانه ليكي اذا المره ما عندها شيب ما بتطلع شغله حلوه يعني مثل عقلة اليوم مثل التالي ام لابسينها قطعه ماشي اكزاكتومون بقى مشان هيك ما اختلف بس المونسيغاسيون المفروض هي تكون زيتها والطول هو مختلف عليه بين المناطق يعني في ناس يعني مثل ما عندي كمان اللي من كان بيتيت بفرنسا عندك للبدينات كمان اللي صار عندك لكل الاعمار ولكل الاجسام لانه بالفعل ما فيك المره الضعيفه تكون هالمره البدينه اللي ما بتقدر يمكن عندها حاله مرض انها تضعف عم بتشوفها ومن ومستحليه هالقطعه وما تقدر تلبسها مشان هيك صار في عندنا للبدينات وصار عندنا للمنكان بوتيت لانه عندك بنات كثير حلوه بس مش كثير البنوت صغيره عاملين شي زيان البنتين الاثنين التانيين وحده مضبوطه ضعيفه بس الثانيه مرتاحه بحالها اكزاكتلي انه طب ما هي كمان بتحب تلبس شو بس بدك تعملي للبنت اللي ضعيفه ما بيصير ريان بسم الله عليك يعني طولك كمان بيساعدك ولا مره هيك عرضوا عليك انه تعمل عرض ازياء هلا انا اجمالا بكل دعاياتي بالمغرب ماركات اللي بلبسها عمل بدون صراحه في اكثر من ماركه بالمغرب بيتعامل انا وياهم بكل دعاياتي وحتى بالمجلات او بالبانويات بياخذوا الايماج تبعي مشان تكون الشكل بيساعد رح نتابع كمان مع ازياء الصبايا هيك صغار ونشوف شو حضرتينا لليوم كارن يلا يلا اعطيني افكار اعطيني افكار يا كارن يلا هون شو عم تشوف هيدي كمان اورغانزا مع بنتور على التنوره ومن تحت تول ومن فوق كروشيه والوردي على راسها كمان يعني ملبقه على الكولكشن اشتغلت على القطع البانتور يكون او الرسم ما كل سنه بدي او كل سيزون بدك تغيري بدك تعملي شيء ثاني يعني انه صحيح اوكي التوتي على الموضه بس انه طيب اوكي وبعدين انه بدك تعملي لها شيء زياده لحتى لي شيء عليها لحتى لي كمان ما تكوني مثل الموجود بالسوق الاشياء الموجوده بالسوق مزبوط حلوين هلا التوصايه مثلا غير لون ممكن غير نقشه القطع كلهم وحده وحده وان بيس لحتى لي هالبنت تحس انه I'm special لبستها I'm special I'm a princess مش سهل يعني دائما هيك تطلعي بافكار يلا ان شاء الله ان شاء الله هيدا تول من تحته في دانتيل ومن فوق مطرز سواروفسكي مع الهيد باند تعطي شوي ريترو تعطي شوي ريترو واهم شيء الريش هلا كمان على الموضه لموسم خريف وشتاء بس الكبار بدنا نلبس ريش كمان وكلهم الوان فاتحه حسب ما شفنا لحديت هلا يعني بين الزهر والابيض الزهر والابيض يس اوكي وهون هيدا عليه دانتيل هيك شوي 3 دي من تحت ومن فوق مطرز كمان سواروفسكي والهيد باند كمان ريترو كارن هالكولكشن كم قطعه تضمنت؟ عملت حوالي 20 قطعه 20 لانه اتس جاست وان بيس واكثر الوقت بتلفنوا لياخذوا الاوردر على الطلب على الطلب اوكي طب بتشتغلي يعني كل موسم موسمه ولا كل فتره وفتره بتعملي هيك ميني كولكشن بتنزليها؟ ليك هني اكثر واكثر شغلي على المناسبات على المناسبات لانه أوكي. هلا مثلا جاي كريسماس وهلا بدي بلش حضر لكريسماس لانه صرت ماضي ايه كمان الصبايا
بينعزموا على العرس صح. كمان اكيد اكيد. هلا جايه ثلاثه فساتين خارج عرس فلاور جيرلز تبع العرس. طيب انه حكينا عن البرنامج مثلا الاولاد مشاركين فيه او الصبايا الصغار باي عمر، بتنصحي اذا الصبيه بتحب تعرض ازياء هيك بكون عندها النضج الكافي مثل ما هلا شفنا للصغار لهم وقتهم مهضومين في عندك للبيبيز اكيد. يوجولي لك 18 بتكون نضجت اكثر، انا بلشت بنت 11 بس كنت ناضجه، يعني مثلا اليوم بتذكر اجاني تليفون من بي قال لي بنتي ما بدها تتعلم، ما بدها تعمل شيء، بدها تعمل عرضه ازياء، وحبيت تكون بناتاليز ايجنسي بسبب، وقلت له دي عمرها؟ قال عمرها 14. قلت له خليني اشوفها. بالعكس انه اذا عندها الشيء المطلوب الشيب المطلوبه ليش لا، وهي بتنمي لها شخصيتها. انتبه انه انا في كثير بنات اجوا لعندي كانوا بالمدرسه يسقطوا او كانوا يعذبوا اهلهم كثير، بطريقه تعطيه معهم صاروا ينجحوا، صاروا الاهل يتشكروني انه البنت، لانه نحن بنعطيها حافز بنحمسها انه اليوم هالمهنه بدها بجانبها اكيد شيء شهاده بايدك لانه تكون سلاح. بقى قد ما بتكون رغباني بدك تعرفي كيف تخويها وكيف توجهيها. سو كانت هيدي الشغله اللي انا برعت فيها مع الاولاد، يعني لاني انا بحب الاولاد كثير قدر اشتغل على السياسه هيدي، ولقيت انه في اولاد كثير نجحوا، في اولاد صاروا يعطوا، صاروا ينبسطوا، صار عندهم ثقه اكثر بحالهم. سو كل الاعمار هلا في مشاهير هلا كانوا اولاد بلشوا طبعا موجود عم نحكي عن غيرنا انت من الاهم رياض. كمان شفنا برامج المواهب الشاب الصغار، شو رايك فيها؟ كانوا بيعقلوا كتير كتير حلوين، ومثل مثل ما قالت عندهم ثقة بحالهم. يعني بتلاقي الولد بعمر العشر سنين أو 11 سنة عم بغني بتمكن كأنه عمره 20 سنة، وركوز وصوت، وأكيد قدرات صوتية صح. أكيد القدرة موجودة والخامة موجودة والصوت موجود، ولكن كمان أكيد اللجنة اللي كانت عم تتابعهم والفريق اللي كان عم يدربهم لعب دور كبير صح. أنا أيه. أول مرة بنزرب ببيتي أنا مشان أحضر أيه. ما فيكي تقولي ما معهم، يعني اللي oh my God في محل أبكي أنا لازم فظيعين. رح نتابع كمان مع الفاشن شو والصبايا ونعلق على التصاميم. هيدولي هلا خرج الفلاور جيرلز تبع العرس، هيدا تول ودانتيل وعنده سمول بو من ورا. والله يعني فضلت اعمل شوية الوان مش بس ابيض، لانه عدد هلا الاعراس خاصه الجيل الجديد ما بدهم انه بس لبسه ابيض، لا بدهم اياها تكون بارت اوف ذا ثيم يلي موجود بالعرس، اذا زهر اصفر احمر يلو لايك كله بينعمل، ما بقى بس لون واحد يعني الابيض. على الكونفيدنس على الكونفيدنس هي صارت ثالث مرة بتطلع سو صارت مرتاحة. ايه احوى هيدا فيه ريش من فوق شيفون شيفون فلاورز كثير حلو والتيل. ايه اميرة بالفعل ليكي واقفة وهي كمان وهي كمان صارت ثالث مرة كثير كثير مظبوط. والهيد بيس كثير حلوة على فكرة، يعني مبين قد ايه الوردات بعملهم على ايدي وحده وحده تحرقيهم مستوحيه من الورود شكلك هالكولكشن، لانه الاغلبيه شفنا فيهم الورده كثير كثير كثير. اوكي وهون هيدا دانتيل التوب من تحت التنوره تيوتيو وفوقها التنوره، هلا اذا بتفك لها البكله بتصير تنورتين، يعني فيها تلبسها مع اكثر من فيها ايه فيها تلبسها مع التيوتيو من تحت، فيها تلبسها بلا وفيها يعني تلبسهم مع بعض موديلين بقطعه وحده. حلوين كثير والحلو انه عم بيمشوا فيهم بريحه يس، يعني ما في ازعاج ما في شيء هيك التيل اكثر الوقت، يعني قد ما في عم جيبه من امريكا لانه انعم صح ما بيشوكيك، لانه اول شيء بيقولوا لي بدي شويك ما بدي البسها اذا بدها تشويك، اذا ما قدرت يعني احصل على الماتيريال بسرعه المطلوبه عاده بحط لها بطانه من تحت لحتى لي ما يصير شيء ازعاج للولد. يا اهم شيء هيدي
كثير حلوين التصاميم، موفقه بهالكولكشن. ثانك يو سو ماتش. وقبل ما تغادرينا بدنا ندعيكم مع اكيد ندعيكي مع ضيوفنا لعند الشيف فؤاد شرف لنشوف شو محضرنا اليوم من حلويات. يلا خلونا نحضروا. اوكي تفضل. مساء الخير شيف. نور اهلا وسهلا. مثل العادة مكان المعطية حتى ما تحس في شي اختلف. ايه خلص تفضلك انا ثانك يو سويت سويت. اذا بدك تهربوا ما في حد يعرف شو نخلي شكلك بتحب الحلو؟ انا كثير كثير شكله لا انا تو ماتش وانا مثلي مثلك. شو محضرين اليوم؟ بونسوار اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شو يا شيف؟ اليوم حاضرين كريم هي عبارة عن جوز الهند مع الحليب والقشطة كلهم مطبوخين مع بعضهم مع كريم بيستاش على الوجه. هون محضر تشوكليت كيك مع الجينواز الأبيض مع المانجو صوص بالكعب مع الهازلنوت على وجهه. كمان محضرين هون الكريم هي ذاتها الكريم كوكونات بس حاطين للورد إضافة مع الكولورون أكيد. محضر هون سلات كيوي هي عبارة عن سلاد الفريش الكيوي مقطعة مطبوخة على النار بتضاعف بتضاعف فيها كيوي اوكي خلصنا هلا منيح ايه كيوي. اليوم شغلين اغلبية اصنافنا بالكوكونات. محضر هون كمان الجوز الهند اللي معودين عليها بناكلها بالسوق بتجي هيك دمي صفار من فوق معاملها بغير طريقة. انا دخل معها الكريم بالورد هيك لغير شوي الكومبينيشن مع بعضهم. كان مدخل عامل هون الكوكونات بول هي عبارة عن بول جوز الهند مدخل معها الشوكولا والتمر وعلى وجه حالة الهازلنات. وكمان هون رجعين كفاية الأصناف هن زيتون هيدا نحن جهزنا حالنا جو العيد يعني عم بفكر انه ولا نهار عملت شيء من عاد. ايه اكيد اكيد كل يوم شيء جديد وهيدا صراحة ثانك يو ثانك يو الله يعافيكي. طبعا كون هيك اللي عم نحكي صرنا تقريبا 30 حلقه موجودين معكم من قطر ريفيرا اكثر من 30 صح. بحب اشكر كل التيم اللي عندي بالاوتيل اللي نحن بنشتغل كلنا سوا. طبعا بعطي انا افكار على الاشياء اللي بدي اعملها طبعا بس في تيم كثير كبير ورانا عم بحضر هدول الاصناف. بالاخص بحب اتشكر تيم البيستري كله لانه كل يوم عندهم ورقه غير كل الشغل اللي عندهم عندهم هذا التحضير يوميا. يعطيهم الف عافيه. بحب اقول لهم تحيه كثير كبيره اكيد اكيد. رح ناخذ اتصال كمان من الجزائر واذا بدكم ذوق يعني تفضل. انا بحكي انا مساء الخير تفضل مساء النور صح عيدك جرب صح عيدكم كمان تمام حابين نحييكم من خلال البرنامج. ما عم بسمع ايه تفضلي ما عم بسمع مزبوط حبيبي والله بيروت من الجزائر حبيت احييكم من خلال البرنامج واحيي كل شيء يا ميت اهلا وسهلا. كيف عم بتمضي اجواء العيد؟ والله العيد فرحة العيد بالافطار والله الصوت منه كثير واضح. الو ايه بتحب الو بتغني جزائري ولا اكثر مغربي؟ شو هذا بنعدهم بشي بعد شوي. تفضلي بتحبي تضيفي شيء؟ راح قطع الاتصال ينعاد عليك يا رب بالصحة والعافية. شو؟ روعة بس؟ أنا برأيي كفوا لأنه يعني لو بتشوف رياض قد إيه ما لعى وحدة يعني ما جنبها يعني بنتبه لها شو قلنا؟ رح نتوقف للحظات قليلة مع العليم وبنرجع بنتابع خليكم معنا. أكيد كنا نحن بدنا نتشكري ثانك يو ثانك يو وإن شاء الله بنرجع بنشوفك مرة جديدة ثانك يو ثانك يو. لكن فاصل قصير وبنتابع ثانك يو. فكي في الأحلام يا حلب فهزني في هواك فهزني في هواك الشوق والطاب نجيت طيفك في الأحلام يا حلب
فهزني في هواك الشوق والطلب حباني الشوق للدار التي حملت رسالة القرب لا خوف ولا عتب وكل حاضرة في الشرق حاضرة وكل حاضرة في الشرق حاضرة ولكن أجمل دار زرتها حلب باسمك يا شنبان يا شنبان كتب مجد حضارة حضارة وأدب باسمك يا شنبان يا شنبان كتب مجد حضارة حضارة وأدب ومية الذهب كتبنا يا حلب وبمية الذهب كتبنا يا حلب انت فجر الدنيا وانت ام الطرب فجر الدنيا انت ام الطرب ومالك شو بدور يا بدور السماء رش ورد عطور من عرض الباب ما في لوم وعتب والحبايب رتب ما في لوم وعتب والحبايب رتب والحب اللي غلب هو محبة حلب والحب الغلب هو محبة حلب هو محبة حلب هو محبة حلب شيوخ الطرب اكيد رح يكون لنا لقاء معهم بعد شوي ومتابعين سهرتنا مع ضيوفنا ناتالي فضل الله ورياض العمر يلي بنرحب فيهم مره جديده. يا هلا رياض لحديت هلا كم اغنيه صار عندك؟ فوق ال 15 فوق 15 اغنيه اها وشو عاده ستايل اللي بتتبعه؟ اجمالا انا كثير بحب بختار الاغاني اللي بلاقوا صدى حلو على المسرح مع الناس يعني بنقي الغنيه اللي فيها ايقاع حلو اللي فيها بتعمل امبيونس على المسرح وبنفس الوقت طربي يعني اللي عم يسمع بسلطن وبنفس الوقت بيكون مبسوط وعم يرقص وممكن بدون ما يرقص يحس راسه طاير اسد المسرح يسكت يعني قديش انت سعيد عن جد بهاللقب هيدا صراحه هذا شرف لإلي انا اخذت هاللقب بالمغرب ناتالي يمكن بعرفها من فتره طويله من لما بديت تحكي المشوار على فكرة بس بتحكي صرت شوي انت عم تحكي دائما طويلة فترة طويلة قلت هيدي على لانه هذه طويلة شحيمية انا عم شحيم بوجه تحية لكل اهل خلطة هون شحيمي لبناني مغربي اوكي سو كنت عم تقول بتعرفها ناتالي من فترة طويلة تسأليها بطريقة كيف المسرح الفنان لازم يكون قريب من الناس هذه مش سهلة صح. يعني حتى بتذكر وقت اللي قدمت انا على كأس النجوم اول شغلي كان قالنا يا استاذ سمو اسمر وجه له تحيه المطرب اللي ما بيقدر من المسرح يملك الناس كلهم حياته ما بيصير فنان بيفشل صح فهيدي كانت دائما براسي اني انا وعلى المسرح اخر واحد قاعد بين الناس لازم يحس اني عم غني له لإله فهيدي لعبت دور كبير بحفلاتي انه بتلاقي على طول الناس من اول صف لاخر صف بدلوا لاخر لحظه بالحفل طيب هيدي كيف اشتغلت عليها؟ برجع بقول لك بدك تشغلي كل حواسك، يعني بدك تكوني عم تغني وتفكري بالناس والبعيد اذا تاثروا فيكي ولا لا، حسوا ما حسوا، مرات تكون طالع على المسرح اخذ قرار غني شيء قبل بدقيقتين بغير قبل بدقيقتين، انا يعني بعرف ان صرت اعرف صار عندي خبرة اني اعرف الناس شو بدها صح بعدين رياض غير الشكل والطول يعني كمان الكاريزما على المسرح بتأثر في كتير فنانين لا عن جد يعني في كتير فنانين بتلاقي صوتهم حلو اغانيهم حلوة بس ما في كاريزما على المسرح ضعيف ما في صح. ما في كاريزما فلهالسبب قلت لك انا اخذت طريق غير الكل بعتقد وانا راضي فيها ومبسوط ركزت اكثر على حفلاتي يعني انا شخص بيعمل حفلات كثير الحمد لله رب العالمين بحفلاتي قدرت اعمل جمهور حقيقي اليوم لانه بتلاقي نجوم كبار حفلتهم ما بيجي عالم يحضرهم هذا موضوع ريسك كبير للفنان
انه بس بيشتغل على حاله باستوديو بتلاقي انستغرام او فيسبوك متليها صور ومبسوط. فنان سي دي يعني بالنهايه بس بتسمعه بالسياره. فانا بركز كثير على اللايف، اللايف حياتي كلها. يعني مرات انا الفنان بده ينبه لشغلي انه اليوم لما اغنيه بتضرب لفنان اذا كان ذكي بيعرف يأديها بطريقته بتحس الناس كانه الغنيه له. صح صح. وانا صارت معي هالقصه مش من فتره بعيده مش من زمان، احد الاغاني اللي غنيهم النجم اللي انا بموت فيه وحبيبي عاصي حلاني، كنت حاضر بحفلته بموازين بالمغرب وغنى غنيه على المسرح ارتجال، يعني قالها هيك ارتجال على المسرح، قال لهم شفت بخدك شامية سألتك انت شامية قلتي لي بي من الشام بس امي مغربية. انا قد ما حبيتها رجعت حلو عم غنيها بحفلات الناس كتير حابينها، وحتى عملت لها طريقة سبيشل على المسرح على طريقك الناس كتير عم بحبوها. فنحن الحمد لله انه كفنان لازم يكون ذكي، في اغاني في باجاج كبير لازم يعرف كيف يستعمل هالاغاني ويقدم حاله بطريقه حلوه للناس. وعلى سيره الصداقات رياض، مثل ما كنت عم بتقول يعني بتعرفها ناتالي من ايام طويله، وناتالي بحكم عملك وشغلك كمان بتتقربي اكثر من الفنانين، مين بعدنا هيك على علاقه معهم من الفنانين؟ ساشا انا قريبه من كل الفنانين وكثير اصحاب معهم، يعني بدي اقول لك شغله، صحيح مش الاشخاص اللي بتشوفيها كل يوم هن اصدقائك، الاشخاص يمكن بتمرق سنين ما بتشوفيهم بس بدل في لهم مكانه خاصه عندك. انا بحكم شغلي وبغير حكم شغلي، يعني كوني عندي ايجنسي اكيد في تعاطي مشان الكليبات واخذ موديل وهيك، بذات الوقت انا كنت بكذا لجنه للاصوات، يعني عندي ضليعه شوي بالصوت وبال عندي خبره وزويقه للموسيقى. ومثل ما قال رياض الكلام اللي كان عم بيحكيه كثير حلو وكثير جوهري، انه الانسان الشاطر حتى بشغلتنا نحن اذا ما عرفت تمتلك البوديوم والمسرح ولا ممكن تقدري توصلي للي انت بتدخلي بكل التفاصيل حتى لو طبيعي كان طبيعي طبيعي، لانه الكاريزما هي بتسبق الجمال. دائما بقول لهم الشخص هو الكاريزما تبعيته بتسبقه، يعني مطرح اللي بيفوت مفروض الكل يبرمه. صحيح. وهيدي الشغله يمكن اللي انا وصلتني انجح فيها واللي بعطيها دائما للموديل تبعي بعطيهم كيف يشتغلوا عليها، لانه كثير مهمه انك انا وقت اطلع على البوديوم كنت مثل ما عم بيقول هو يكون بطرف عيني العالم كل واحد مفكرني عم بتطلع فيه. صحيح. يعني يفوتوا ايام فانز انه كنت عم بطلع فيه لانه ما كنا اشعتهم بس بطريقه والله عليك بتلحق على كل شيء، هي العيون اهم لا والعيون هي الاهم لغه ممكن تتخاطب فيها بكل مع الناس مع كل الناس. مثل ما قلتي ناتالي على سيره الكليبات، خبرينا عاده كيف بتتم عمليه الاختيار الصبيه يلي رح تشارك مع الفنان او المطرب وبتعطي رايك عاده؟ ليكي بدي لك شغله بحكم خبرتي وبحكم انه انا عندي شويه ضمير مش عم سوق، لانه نحن عمليه تسويق وقت بيجي الفنان اكيد رح يشوف هالمودلز بيشوف اوقات الفنان بينجذب لبنت معينه، بس اذا انت بالفعل بتحبي شغلتك ومحترمه هالاجانس تبعك بتعطيه نصيحه يا بيتقبلها يا ما بيتقبلها. وصار معي حادثه صغيره فيها انه في احد الفنانين انعجب ببنت لا هي هي، وانا بعرف هالبنت مش قادره تعطي اللي هو عم بيبحث عنه، قلت له انا ما فرقاني معي بالنتيجه اليوم تدفع ثمن هالتصوير بس انت ما رح تكون ممنون، بس ما فيك تيجي تلومني عم بحكيك قدام المخرج بقول لك خذ فلانه ما تاخذ هي، ده المصر ما يرد على للمخرج علي نكب الكليب مثل ما هو بس رجع اخذ البنت اللي قلت له يعني كمان. دفع توايس وتعبت الكل توايس وانت خسرت بالاخر بس تيوصل لانه انا عجبتني هي البنت. لو عندك نظره وبتكوني محتكه بهالصبايا بتعرفيهم بتعرفي كل وحده كيف كاركتيرها. برجع بقول لك لاني بخاف على اسمي بحب اتدخل ببعض التفاصيل، نصيحه بالنتيجه اليوم لا هي اختي ولا هي بنت عمي، انا اليوم عندي هالصبايا ومفروض حتى لها هي اذا انا حطيتها بمكان مش راكب لها حخسرها حتحترق. صحيح طبيعي في كيمستري بين الفنان والموديل اللي معه مع انه ما بيكون هي بخبرتها بتقدر تعرف بس اذا بيركبوا مضبوط. يعني ايام بتلتقي شخص بشخص بحس في شيء ركب. صح. ايام بيحكوا بتلاقي عم بين هيدول كثير مهمين، بس في فنانين بيجوا خلص عجبوا شكلها وبينسى باقي التفاصيل. بس بتعرفي انا ناتالي دائما بقول شغله ما بعرف دائما بحس هيك، يعني مثلا مطرب لبناني او عربي عم بيغني والموديل اجنبيه بصير بقول طب انه كيف بالضبط بس بتشوفي عم تتفاعل عم في كثير بيتفاعلوا في منهم بيتفاعلوا بس في منهم بتحسي مش بالضبط بالمره يعني هلا اي مزبوط اوقات ما بتزبط بس كمان اوقات لقلك شغله هي مش حق بس على الفنان
ما بدي دائما يقولوا نتالي بتهاجم العارضة أيه. اللبنانية، بالعكس لأني بحب العارضة وبحب اللبنانيات أنه يوصلوا، كان دائما عندي وبعدني مصر عليها هن بحق حالهم ما بيعرفوا يوصلوا حالهم، يا بتروح بتلاقيها كانت حلوة بتعطيها نصيحة مثلا حسني شغلة بتنجع بتلاقيها صارت أوفر فوتوكوبي، أو مثلا بتقولي لها أنت اليوم المرة. أنت رايحة عندك شغلة عم تشتغلي هيدا هالشغلة عم تقبضي حقه، يعني هيدي وظيفة لعندك، هالوظيفة عندك إياها مثلا كذا ساعة، تفضلي توصل. الو علقت هي خطيبه هي وصاحبها عملت مشاكل عصبت صار بوجع الراس هيدي المشكله اللي خسرت البنت اللبنانيه الشغل وخلت الاجنبيه تفوت عليها بطريقه كثير قويه لانه الاجنبيه اذا بتحط 24 ساعه اذا ما بتقول لها بتاكلي ما بتنق عليك لانه فيري بروفيشنال بشغلها وهيدا اللي عم بيخلي الكل يرتاحوا بالشغل صح يمكن الاختلاف انه الاجنبيه بتجي على البلد ضمن عقد بتعرف عندها مده معينه بالشغل انما اللبنانيه بلدت بتقول لك خلص خليني اقعد بالبيت اريح رياض حابين نسمع شيء منك ولكن قبل حسب ما عملونا في معنا اتصال بفكر بالاغنيه شعبي لك وبناخذ الاتصال مساء الخير الو مساء الخير رح الاتصال شو عبالك شو رح تغني لنا هنقول لكم غنيه للاستاذ الكبير الياس كرم انا بوجه له تحيه من هون بعيد بحبه كثير وانا كثير بغني كمان من اعماله واغانيه اللي هي يعني كمان تراث كبير هو بحد ذاته صار عامل تراث يعني الطريقه اللي بغنى فيها والاغاني اللي قدمها من ايام ما قدم وائل كفوري على استوديو الفان كمان بوجه له تحيه نجم كبير وانا فان له كمان بحبه فاليوم حنسمعكم من اعمال الياس كرم في قلمي استاذ غنجي ومدلل كل القلوب غنجي ومدلل ومش فاضي علي وعلى قلبي تستلم كل القلوب غنجي ومدلل مش فاضي علي وعلى قلبي تسألي يا ريتني شراح بفهم بالقلوب شرح قلوب الناس وبرد إلي وبرد إلي قمري وبضلي قمري رح خلي بسحرك دوم هيدا يا حياتي قمر اللي عجبيني مجنون قمري وبضلي قمري رح خلي بسحرك دوم هيدا يا حياتي قدر اللي عشبيني يلا لعيونك بدي غني قوليلي شو بتتمني لعيونك بدي غني قوليلي شو بتتمني تطلبي عمري مني ما بركض هالمطلوب تطلبي عمري مني حبيب قلب المطلوب ايدا يا حياة قمر اللي عجبيني مجنون قمري وبضلي قمري رح ضل بسحرك دوم ايدا يا حياة قمر اللي عجبيني مجنون قمري وبضلي قمري رح ضل بسحرك دوم ايدا يا حياة قمر اللي عجبيني مجنون على العقيق اجتمعنا نحن
أسود العيون نحن أسود العيون على العجيب اجتمعنا نحن أسود العيون نحن أسود العيون ما ظني مجنوني ليلة قد جن باب الجنون قد جن باب الجنون ويا عيوننا عيوني ويا جفون الجفون ويا جفون الجفون ويا عيوننا عيوني ويا جفون الجفون ويا جفون الجفون ويا دليلي تصفر عيني واللي بحبهم هجروني واللي بحبهم هلكوني على العجيج اجتمعنا نحن اسود العيون نحن اسود العيون ما ظني مجنوني ليلة قد جن بعض الجنون قد جن بعض الجنون واخسر في حسرة ونظرة يا ابن المحبوب خليني عقلي ولبي دايما مسلوب وقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب خليني عقلي ولبي دايما مسلوب شفتوا مرة في دار وحل زرارو شفتوا مرة في دار وحل زرارو وشفتوا مرة في دار وحل زرارو شفتوا مرة في دار وحل زرارو ولما لاحت أنواره بتحيي الجنوب وقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب خليني عقلي ولبي دايما مسلوب وقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب خليني عقلي ولبي دايما مسلوب حبي ما حد يندله دا يحصل له 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 ولما الراد وفك له الظرف المكتوب وقلبي حسرة ونظرة يا امي المحبوب بخيلي عقلي ولبي دايما مسلوب وقلبي حسرة ونظرة يا امي المحبوب بخيلي عقلي ولبي دايما مسلوب حالي 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 حال بالي بالي بال بالي بالي بال حالي حالي حال حالي حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال أنت مرادي أنت حبيبي فاحفظ ودادي حالي حبيبي أنت مرادي أنت حبيبي فاحفظ ودادي حالي عجيب حالي حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال سودي عيونك لا تسبليهم عشاق جمالك بالرحمي حالي حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال حالي حالي حال حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال شكرا لشيوخ الطرب ورح ينضم لنا هلا مدير الفرقه عبود عساف اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك مرحبا مرحبا يا حبيب الله عليك قول لي هات بسم الله عليكم يعطيك العافيه حبيب قلبي ينعاد عليك عبود علينا وعليكم كل عام وانتم بخير تمام انت يا ناسي كل طبعا هيدي مش اول مره بتكون موجود معنا نحن سعيدين هيك نورتونا نور فيكم ووجودكم
خبرنا شوي عبود عن تاريخ وأصول الموشحات والقدود الحلبية. نعم الموشحات طبعا الموشحات أول شيء مشان ما يصير لغط بقولوا الموشحات الأندلسية. الموشحات الأندلسية هي كلام شعري تمام. الموشحات بحلب مدينة حلب في ملحنين عظماء قدموا الموشحات، الملحن العظيم الأستاذ عمر البطش وبكري الكردي، وفي مصر سيد درويش وأسامي عظيمة يعني قدموا تراث رائع جدا، ما في أي حدا يغني هيك تراث هيك لون عظيم، واللي بغني الموشح بيغني كل شيء تمام. أما القدود الحلبية فحكايتها من حلب، القدود الحلبية من أكثر من 1600 عام كان في عنا راهب بحلب قلب أخذ في كان في ألحان شعبية كتير حلوة كانت على طريق الحرير عنا بحلب، يروحوا التجار ويجوا صار في شيء اسمه ألحان شعبية الناس صارت تحبها وتهواها، للشباب كلها مالت لها تمام. فأجى الراهب عمل فكرة كتير حلوة مشان يقرب الناس من دور العبادة، قلب الكلام من الغزلي على ديني كلام تراتيل تماما يقرب هالشباب، صارت الناس تسمع النغمة والموسيقى والألحان نفسها بس بغير كلام، صار شيء اسمه قد شيء على قد الشيء هو القدود الحلبية. يعني في مثال مثلا بس لما صارت تجي الأيام للمشايخ والزوايا الصوفية صاروا يقولوا الكلام على ديني، ومثال مثلا في عنا قطعة من القدود الحلبية يا الأسمر اللون يا الأسمراني تمام، أخذوا اللحن عملوا عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله تماما، يعني شيء على قد الشيء، هذا هو حكاية القدود الحلبية. ورياض مثل ما بنعرف بتحب المواويل والدبكة ولكن أيضا بتحب الموشحات مثل ما كنا عم نحكي. أكيد لأنه المتذوقين يعني أنا من عشاق أستاذ صباح فخري تماما، لقيتيني أنت عم بغنوا هلا سلطنت معهم ورحت معهم على دنيا ثانية اسم الله عليك. طبعا لأنه في إذن، الإذن لما بتسمع صح أكيد حيكون. نعم طبعا نتالي بيقولوا عنك انك جريئة وبتروحي هيك للأخير ما فيش بيوقفك، ده هيدا الشيء مرات مرات بيعملك مشاكل. لك شغلة ما في شيء إذا كنت من الأشخاص اللي عم تقولي بتحبي تروحي للأخير بتعرفي إنه في مشاكل ناطرتك، لأنه ما في إنسان عنده طموح كتير هاي إلا ما في أكيد مطب بده يمرق فيها، وخاصة يمكن آخر إيفنت عملته وقتها على الجسر كانت أول فكرة بالعالم، واجهتني كتير صعوبات، تهدد يتفجر الجسر، تهددنا كتير، عملوا منا وبقدر هون بنرجع لقصة الشائعات، بقدر ما تحاربت بقدر ما عملوا لي دعاية كتير قوية للإيفنت لأنه كان ريعوا لمكافحة المخدرات وكانت الفكرة الأولى بالعالم بريدج أندر ذا بريدج، أنا طيرت جنب بالهواء، كانوا العدات عم بيعرضوا فوق الطصات بالهواء، كانت فكره غريبه. وقت كمان عملت البلاي بويد وجبت البلاي ميت على لبنان كمان عملت ثوره، ولقيت اعظم ان الله رد في ايفنت حيكون للبنان، بس هيدا للبنان بيجسد قصه على لبنان، بس اكيد بدنا رئيس جمهوريه لانه ما ممكن نعمل هالايفنت قول له تو بي كونتينيو. طب ونشاطات بالخارج ما في بس ساشا في رح يكون عندي جوله على كل الدول العربيه ويمكن الاجنبيه رح يكون بدون ما رح سمي لانه رح تكون اكيد في حلقه نحكي فيهم بالتفاصيل، حيكون في شيء انتخاب جمالي حيبرم الدول وحيكون معه يتخلل عروض ازياء كثير على مستوى انترناسيونال، وحتكون بدايه الجوله بالاردن الله رد قريبا بالبحر الميت، ورح يكون برعايه الدوله كلها، موجه لهم تحيه لاهل الاردن وللملك وللكل للكل لانه ما فينا هلا نحكي اكثر ونعطي تفاصيل، بس شيء رح ينحكى فيه بطريقه كثير قويه. كمان في البرنامج التلفزيوني ما اعطيتينا كثير عنه هيك تفاصيل. رح اقول للكل اللي ناطرين ذا موديل شو باي ناتالي فضل الله اللي انعمل قبل واخذ ضجه كثير وتوقف او وقفنا نحن لانه ما كان انعطانا الفرصه انه نعمل اللي نحن بدنا اياه اكثر، هيدي الفكره كانت الفريده من نوعها، هيدي بتتعلق بعارضات الازياء، كنا كل يوم يكون مش كل يوم بكل حلقه يكون معنا ضيف معروف، الشباب والصبايا اكيد فريقين بعد ما ينعمل كاستنج، وهلا ان شاء الله بحب اوعدهم رح يكون الكاستنج بكل الدول العربيه حينبرم حينعمل كاستنج، رح يكون على مستوى كثير ضخم مع تلفزيون جديد ما فيني اعلن عنه هلا، بس حتكون الفكره مثل ما كنا بنطمح لها اكيد، وحتعمل ضجه لانه حيشوفوا اول شيء حتنفتح فرص لترجع العارضات والعارضين العرب ككل يرجعوا يظهروا على الشاشه، وبذات الوقت حتشوفوا قد ايه في مواهب حتخلق من وراء
هيدا البروجرام، يعني بتحرك مواهب كتير من عند اشخاص ما بيكونوا عارفينها، حيكتشفوها بحالهم، حتوصلوا لمكان ما، مثل بالحلقات السابقه اللي عملناه هون واللي اخذ الضجه. حتى بدي وجه للولو خفاجة ومحمود مصورين. اللي صوروا بطريقه مبدعه وصاروا الفنانين كلهم يروحوا لعندهم، حتى كالفين كلاين وقت عملوا شوتينج لهم للاندر وير اجاهم من برا، لانه عندهم اللي عمل شيء ما نشاف مثله. بقى بقول لكم بوعدكم انه صون حتشوفوه حيلعنن عنه بطريقه كثير قويه. اكيد منتابع جلستنا وبناخذ اتصال من رباب. مساء الخير. مساء الخير ساسا. مساء الورد يا رباب، طمنينا عنك. كيفكم؟ صحة عيدكم. وصحة عيدك يا رباب. قطع قطع صوت اليوم مش فيها ضغط. ضغط. رياض شو رح يكون في عنا اشياء هيك جديدة؟ قد ايه أول شيء رح تبقى عنا بلبنان؟ إن شاء الله بعد في خمسة أيام. خمسة أيام، أوكي. إن شاء الله. بعدين على المغرب. على المغرب، مهرجانات كثير، حفلات كثير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ضغط كانت هالصيفية ضغط حلو. وهلا بعد مبلش يعني، وقبل ما اجي كان عندي بروجي تبعي اللي عملته برمضان، كانت جرأة لأول مرة برمضان بينعمل مشروع افطارات مع انيماسيون مع موسيقى طربية. كانت جرأة، كان الكل خايفين انه ما حتنجح. الحمد لله رب العالمين، لانه البرفكشن هو اهم شيء. انت حكيتي معها نقطة، قلتي لها تواجهي مشاكل لانه كثير بتدققي. انا من هالاسلوب هيدا، لا يعني بالاول مثل ما قالت بيعارضوك كثير وانت كثير بتدقق وبتشدد، بياخذوا بعدين صح بيمشوا بنفس فكرتك. وفي مشاريع كمان بتطرحيها كثير ناس بيرفضوها، بيرجعوا بيلحقوكي لحالهم بيعملوا مثل لانك مؤمن فيها وعندك ثقه انها رح تنجح. فانا من هال يعني انا السنه لما حطيت فكره رمضان اي حدا حكيته ما تقبل اول شيء. لما نزلت دعاياتي قبل المشروع ب 10 ايام، بعد يومين كل اللي كانوا عملوا لي لا وما بتنجح حاولوا يلحقوا حالهم يرجعوا يعملوا شيء. الله يوفق الجميع. وكان الحمد لله كان عندنا بصمه خاصه لان 30 يوم ما قدرت كملهم كلهم، لانه انا جيت بيوم من 26. كانوا الحمد لله كثير ناجحين والناس كانت عم تتابعنا يوميا. وهلا برجع اطلع، قلت لك عندنا موسم اعراس كثير حلو، والاغنيه كمان القادمه اللي نحن بانتظارها بنحكي عنها قبل ما يدهمنا الوقت. رياض عم حضر غنية جديده فيها جو للعرس، حاكي فيه كلام عن اشياء اساسيه بالعرس بتعني العروس المغربيه، وعن اشياء اساسيه بتعني العروس اللبنانيه. حلو. فهيدي ان شاء الله حتكون. ما زعلت حدا. لا. وموسم اعراس. انا بدي اقول لنتاليه تبحث اكثر بمجال القفطان المغربي للموديل كثير. طبعا عملنا عرض للسفاره المغربيه بوجهنا تحيه، وكان في عندنا مصممتين وعرضنا للقفطان في شيء رائع. لا بالفعل قصه لوحده قصه عن جد، عالم رائع بتربطني فيهم علاقه اكثر من يعني المصممين تقريبا كلهم بعرفهم، عندهم لمسه خاصه بالمغرب طبعاً. ومع انه هن بيموتوا بالابداع اللبناني. يعني انا بقول لك كثير مرات بسمع من اشخاص بيشتغلوا بعالم التصميم صح بنحب نعمل مغربي تقليدي مع شويه مودرن اللبناني. وعبود هل من حمايه فكريه خاصه لكم كشيوخ طرب؟ شيوخ طرب نعم طبعا اكيد. في استاذ بحلب ممثل مسرحي ومنسق الاعمال عمل فكره شيوخ الطرب، شيوخ سلاطين الطرب، وعمل لها حمايه. بنوجه له تحيه الاستاذ مروان ادلبي، بنقول له انه يعني الامانه صارت ان شاء الله بخير. هو عمل لي توكيل بتشكره بالاداره عامه، وهو الاسم له اسم شيوخ سلاطين الطرب تمام. فنحن شيوخ الطرب ولكن شيوخ سلاطين يعني صار وكاله عامه بتشكره، لانه وجه له تحيه هو بالسعوديه. عبود شكرا لحضورك معنا، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. بنعاد عليك يا رب الصحه والعافيه. كمان نتالي بدنا نشكرك، انبسطنا كثير اليوم بحضورك معنا وان شاء الله بنعاد عليك. حسب ما عرفنا الماما راضيه، الوالده راضيه. طبعا طبعا هيدا اهم شيء عم تحضرنا بتحسيها بالخير كمان. تحياتنا لها حيضل ناجح كل طبيعي طبيعي. دعوه الام الله يطول بعمرها ان شاء الله يخليكم. تحياتنا لها. ورياض كمان هيك انبسطنا بحضورك معنا، ان شاء الله بتقضي اوقات حلوه بلبنان. انا كثير بنبسط لما اكون معكم وهالشاشه الحلوه اللي بتقدم بطريقه لها بريء خاص. يا ميت اهلا وسهلا. تحيه لبلال. تحياتنا لبلال اكيد وشبيهه. حبيبي الي الشرف، انا بلال بتلاقى فيه دائما بالمغرب
فعلا انسان رائع ومنفتح وبحب الكل وبيتذوق الفن كمان. بالفعل صوته حلو عليه. صوت 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 طبعًا. كتير حلو طبعًا. تحياتنا لإله. رح نختم على صوتك. يلا فكر هيك بشو بدك تغني لنا. جميل. ونحن بهالوقت رح نودع كل المشاهدين ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقه الليله. ملتقانا بكره انا وساشا معكم. كونوا كتير على الموعد. باي باي. يلا تفضل. مثل ما الطفل يتعلق بلعبه ومثل ما بيروت معلقة ببحرا يا المغرب طفلك أنا لا تحرم الصبي دلع لمساها إيدك السمرا الروح تسكن بقلبي مثل ما الفكر بيعشق الفكرة انتي للعمر عشقي ومطلبي فرحة اليوم والامل بكرة شفت بخدك شامي سألتك انتي شامي قلتيلي بي من الشام قلتيلي بي من الشام بس امي مغربية شفت بخدك شامي سألتك انتي شامي قلتيلي بي من الشام قلتيلي بي من الشام بس امي مغربية يلا اللبناني أطيب ناس مطرحهن عالعين والراس شباب سوريا أطيب ناس مطرحهن عالعين والراس المغرب يا أهل الإحسان انتو يا أهل الإحسان جوا بقلبي وعيني عالمغرب نحنا جينا Bravo.